شو بيعني لك يوم الأرض؟ يوم الأرض هو اليوم اللي بحسس الإنسان الفلسطيني أنه أهلنا بالداخل انتفضوا من أجل هذا اليوم لسرقة الأرض الفلسطينية، وهذه الأرض الفلسطينية العزيزة على كل الشعب الفلسطيني، فهو يوم خالد في قلوبنا، وكل يوم هو يوم الأرض، لأن الأرض حقيقة هي شرف الإنسان الفلسطيني الذي يعيش على هذه الأرض وتستحق التضحية من أجل هذه الأرض. يوم الأرض يعني مش هين علينا إحنا المزارعين خصوصا اللي بتعرف قيمة الأرض، يعني لما المستوطنين قاعدين بيقلعوا في شجرنا وفي أراضينا، هذا مش اللي بحس فيه وبقدره مش قليل. يما إحنا الأرض كنز. شو بيعني لك يوم الأرض؟ أصلا يوم الأرض هو من أجمل الأيام، لأن اسمه يوم الأرض، لأن الأرض هي الانتماء، هي الانتماء الحقيقي للإنسان المواطن اللي بحس بجذوره، لأن الشجرة إذا نبتت تنبت في الأرض، إذا انزرعت تنزرع في الأرض، والإنسان إذا انزرع بنزرع في الأرض، والجذور لازم تكون جذوره في الأرض غامسة، وهذا يوم عظيم بالنسبة لكل إنسان، مش بس للشعب الفلسطيني بالذات، عشان هيك إحنا بنحبذ يكون كل يوم عنا يوم أرض، مش بس يوم غضب، يوم أرض للزراعة، للنمو، للازدهار، يوم أرض في كل شيء. حتى في المبادئ، في القيم، في الأخلاق، في الدين. يوم الأرض بالنسبة إلي أو بالنسبة لأهلينا من زمان، يعني يوم الاحتلال، يوم الشغلات، هم يوم هاجروا من بلادهم، بجوز إحنا ما عصرنا هاي الشغلة، بس أنا بتذكر أمي وكستي ويعني الكبار بالسن قديش بيكونوا يعني بيحكوا مبسوطين إنهم يرجعوا على بلادهم ويحتفلوا بهذه الأيامات، في هاي الأيامات، بس للأسف في الأيامات هاي يعني ما الواحد بشعر فيه كتير، لأنه في كتير شغلات عم بتصير بتنسي الواحد هاي الأيامات، بس يعني زمان ما كان في شغلتهم عملتهم إلا لما كانوا يفلحوا ويزرعوا بالأرض ويتذكروا الأيام الماضية، بس هون فيش أرض هلأ، للأسف الأراضي الموجودة كلها لا فيش شبر صغير إلا بانين عليه، يعني حتى الأرض اللي لازم يزرع فيها ويذكر الواحد في أرضه محوها، محو من ذكرياتهم. والله يوم الأرض هذا احنا بنعتبره افتخار في أرضنا واعتزاز كبير جدا، لكن يا للأسف احنا أرضنا مسلوبة. هذا المقصود فيه يعني مسلوبة أرضنا، إمتى بتتحرر، إمتى بنفتخر فيها وبتصير أرضنا حقيقة، الله أعلم أي جيل بيحكمها وبتصير أرضه. الأرض غالية علينا وبلادنا غالية علينا يما، شو بدي أقول لك أخرى، والشعب غالي علينا، بس يا للأسف بدنا ناس اللي تدير بالها علينا يابا. أنا رجال هي عمري 78 سنة، والله يا رجال أنا يعني الأرض هي اللي خلتني أعيش، عارف ليش؟ من الحركة اللي بكيت أعمر فيها وحرث أنا وحشتي وولادي تعلمتهم، والشكري الحمد لله راح مني من الشغل والعمل، لأن هذا بتزيل الأمراض أخرى عمار الأرض. شو بيعني لك يوم الأرض؟ يعني لي يوم الأرض إن إحنا نضل متمسكين بأرضنا وبحقنا وبحريتنا، وإن شاء الله نولها. طبعا يوم الأرض هو صار كبئ في السبعينات أعتقد في الداخل، واستشهد حوالي 6 ومعظمهم من عرابة عما أعتقد، ومن يومها صاروا يحيوا يوم الأرض عشان يظلوا ذاكرين إنها فلسطين مغتصبة، فلسطين شعبها مهان، فلسطين ما في إلها حقوق، وإن شاء الله ربنا بنايلنا الحرية. إن شاء الله بظل لنا أرض يا الله، ونحتفل في يوم الأرض. الشعب الفلسطيني فقد وطنه، فقد أرضه، ومن حقه ومن واجبه إنه يتذكر أرضه، فعملوا يوم الأرض من شان نتذكر الوطن ونتذكر الأرض، حنين للأرض وحنين للوطن.